مشاهدينا، انا معايا طبعا كابتن مصطفى كمال مدرب حراسه المرمى للنادي الاهلي، اللي اكيد استعدادات مكثفه سواء لحراسه المرمى او ايضا كمان فريق النادي الاهلي. ان شاء الله تكون المباراه مناسبه يا كابتن مصطفى، في تركيز كبير انا عارف الحاله طبعا البدنيه المعنويه عايزين نطمن عليها من خلالك كمان حراسه المرمى، لكن بشكل عام النهارده بتشوف وصولنا ازاي، بتشوف الاستقبال ازاي، التنظيم الامن، حطينا في اول يوم كده يا كابتن مصطفى، انطباعك عن اول يوم هنا في تونس؟ طبعا بدايه طبعا برحب بالكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، وكابتن رجع عبد الصمد، كابتن شفيع عبد المنعم، كابتن حمد حشيش، كابتننا كلهم الكبار، يعني اتمنى لهم توفيق في الاستوديو ودعواتهم لنا ان شاء الله باذن الله. طبعا اول يوم النهارده الحمد لله، يمكن احنا عايز اقول احنا تونس دي بلدنا الثانيه طبعا، واشقاء عزاز علينا. الحمد لله النهارده الاستقبال كان استقبال كويس، والامن يعني محاوط البعثه من اول ما وصلنا الحمد لله رب العالمين، بالظبط زي اللي حصل مع فرقه ترجي في مصر، وده اللي المعتاد دايما بين البلدين. ويمكن حتى منتخب تونس جاي الاسبوع الجاي هيلعب منتخب مصر، بالتاكيد هيبقى نفس الحفاوه والاستقبال، لان في الاول وفي الاخر التنافس والرياضه دي بنتنافس كلنا في اطار يعني زي ما بقول شريف، وفي جو من الحب والود. احنا كلنا بلاد عربيه اشقاء يعني، ولكن التعصب مرفوض، يعني كل واحد بيعمل ما في وسعه، والتوفيق في الاول وفي الاخر اللي ربنا بيريده هو اللي بيكون ان شاء الله. اما بالنسبه الحمد لله لينا احنا مركزين الحمد لله، يمكن ده كعادتنا كنادي اهلي، احنا الحمد لله قافلين على نفسنا، عندنا هدف واحد. يمكن احنا تعبنا جدا في البطوله الافريقيه، وده دايما هدف على طول يعني مشروع لينا، والحمد لله يمكن احنا يمكن خدنا 8 بطولات ان شاء الله باذن الله، نتوج بالبطوله التاسعه ان شاء الله باذن الله، ونهديها ان شاء الله لجماهيرنا كلها في مصر ان شاء الله، اللي هي متعطشه ومستنيه البطوله دي، وعملوا اللي عليهم معانا في المباراه الاولى طبعا في استاد برج العرب الجيش. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان يبقى التكمله في الجمعه القادمه ان شاء الله باذن الله، بالتتويج ان شاء الله، والوصول لكاس العالم للانديه باذن الله، واللعيبه كلها يمكن في جو من التركيز الحمد لله رب العالمين. ودي هم يمكن دايما لعيبه النادي الاهلي في الاوقات الصعبه او في المحطات الكبيره يعني بيبقى عند مستوى الحدث. اما بالنسبه لمستوى حراس المرمى يعني كلهم الحمد لله رب العالمين، يمكن زي ما قلت قبل كده وبكرر ان الحمد لله معايا 3 حراس مرمى على مستوى عالي جدا من المستوى الاخلاقي والمستوى الفني، جوان كبار وجوان كلهم منتخب مصر، والحمد لله رب العالمين منافسه شريفه بينهم كلهم على قلب رجل واحد الحمد لله، كلهم بيشجعوا بعض في التمرين. زي ما قلت لك احنا كلنا مين يلعب مين ما يلعبش هو هدف واحد عند الفريق كله، احنا نتوج ببطوله افريقيا ان شاء الله. الشناوي يمكن ادى المباراه الاولى الحمد لله رب العالمين، انا يمكن كنت مبسوط جدا من ادائه الحمد لله رب العالمين، هو بيواصل سلسله ادائه يعني وفي المباريات السابقه يعني، واتمنى ليه التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه هو وشريف وعلي ان شاء الله باذن الله، يكونوا ان شاء الله باذن الله ضلع حصين ان شاء الله للفريق ان شاء الله، ويساهموا مجهودهم باذن الله في التتويج بالبطوله باذن الله. انا عارف ان في غلط كبير جدا عن كل الاحداث اللي حصلت في المباراه الاولى، سواء الايقاف بالنسبه لوليد ازارو، في فصل تام والتركيز في المستطيل الاخضر، لان 90 دقيقه حلم كبير لكل الاهلاويه زي ما قلنا، ان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا. لو بتكلم على الفصل ده ازاي قادرين تفصلوا اللعيبه وازاي قادرين تحطوهم في جو تركيز فقط لغير كابتن مصطفى؟ والله الحمد لله زي ما انت عارف طبعا احنا في النادي الاهلي هنا لينا نظام ولينا سيستم، كل واحد بيشوف شغله، احنا كجهاز وكلعيبه لينا شغلنا في الملعب، يمكن اداره النادي هي المسؤوله عن اداره اي امور اخرى حوالين الفريق سواء في التعامل مع الاتحاد الافريقي او غيره، وده اللي بيميز النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين. واحنا ثقه في مجلس ادارتنا على طول، واثقين ان هم الناس بيدافعوا عن النادي بكل ما قوتهم من قوه، وبيجيبوا حقوق النادي بالطرق اللي هم المشروعه والطرق القانونيه اللي شايفينها وحسب الرولز والقواعد يعني القانونيه اللي هم عارفينها. احنا بنفس الكلام ده خلاص الحمد لله علينا دور، احنا هنا دايما زي ما بقول منظومه النادي الاهلي كل واحد فينا بيلعب دوره اللي هو المنوط بيه، اللعيبه بتركز في الملعب، بتركز في تمرينها، بتركز في اللي بيتقال لها، احنا كصف او كجهاز فني بنركز في شغلنا، بنحضر للمباراه، بنتفرج على المنافس، بنحضر ليه ازاي، نقاط قوته ايه ونقاط ضعفه ايه، الحاجات اللي بنشتغل عليها لحراسنا عشان يبقوا ان شاء الله يوم المباراه ما يتفاجئوش بحاجه، يبقى كل اللي هيحدث في المباراه هم متعودين عليه في التمرين وبيعملوه تحت ضغط، وعلشان يوصل في المباراه ان بيوصل للآلية بقى القرار طالع تلقائي، لان هو اتعود على الكلام ده في التمرين بيعمله على طول، سواء بقى من كل فنيات بقى كره عرضيه او تصويب او انفرادات او الكلام ده كله. الحمد لله احنا شغالين على الكلام ده، واللعيبه زي ما قلت لحضرتك يمكن عندهم عايز اقول في بعض اللعيبه عندها خبرات كبيره جدا، حتى اللعيبه الصغيره، ودايما ده ميزه النادي الاهلي، اللعيب الصغير بقى طالع بيتعلم من اللعيب الكبير، ودايما في هدوء تام الحمد لله رب العالمين. هم اتعودوا على المواقف دي، مش اول مره نلعب فاينل افريقيا، لا ناس كتير جدا لعبت فاينل افريقيا، حتى الصغيرين لعبوا في منتخبات، والضغوط دي هو ده اللي بيميز لعيب النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي متعود على الضغوط في اي وقت وفي كل مكان، ودي حاجه طبيعيه جدا، عشان كده هو لعيب بطل متعود على احراز البطولات، وده الفرق اللي بيفرقه بينه وبين اللعيبه في
لبعض الانديه الثانيه ان هو بيتحمل الضغوط، بيبقى واقف يقدر ياخد قرارات تحت تحت الضغوط الكبيره اللي بقى بيتعرض ليها. واحنا زي ما بقول لحضرتك يمكن احنا لعبنا هنا في دوري المجموعات من حوالي في شهر 8 اللي فات، الحمد لله رب العالمين، على في استاد رادس هنا برضو الحمد لله، برضو كان مباراه طفله، لان نادي الترجي نادي فريق كبير والنادي الاهلي فريق كبير ومباراه كبيره طبعا، انت بتلعب نهائي افريقيا ودي مباراه اللي فيها الحسم. ان شاء الله اتمنى ان يكون التوفيق حالفنا، واتمنى ان شاء الله كل واحد يبذل ما في وسعه عشان يتوج ان شاء الله في البطوله باذن الله. كابتن مصطفى بشكرك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا رب. مستمرين معاك كالعاده كابتن سيد، لقاءات خاصه.